ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسلين من مسلسلات رمضان، والاثنين اوفيشال تريلر مش تيزر. ففي الفيديو ده هندي ان شاء الله باذن الله نسبه ترقبنا للمسلسلين دول. المسلسل الاولاني اللي احنا هنتكلم عنه هو مسلسل المداح بتاع حماده هلال، والمسلسل الثاني هو بنت السلطان اللي هو من بطوله روجينا. المسلسل بتاع روجينا انا كنت عملت له قبل كده تريلر رياكشن، بس كان تيزر ما كانش اوفيشال تريلر. فالنهارده معانا الاوفيشال تريلر. التيزر على فكره عجبني، وكان غريب ان هو عجبني، لان انا بصراحه مستغرب ازاي روجينا ممثله تطلع السنه دي دور اول. فالسنه دي غريبه شويه، بس والتيزر عجبني، ده حاجه انا ما كنتش متوقعها خالص. والمسلسل الثاني اللي هو المداح بتاع حماده هلال، هنبدا الاول بمسلسل حماده هلال اللي هو المداح. هو من تاليف امين جمال ومن اخراج احمد سمير فرج، وهو من بطوله حماده هلال واحمد بدير وخالد سرحان ومحمد عز، ومعانا كمان عمرو رمزي اللي كان بيقدم زمان برنامج حلهم بينهم، وفي ممثلين تانيين بس انا بصراحه ما اعرفهمش. دول اكتر ناس يعني معروفه في المسلسل. حمادة هلال، انا مع كامل الاحترام لحمادة هلال، انا مش من محبين افلام ومسلسلات حمادة هلال، بس برضو الجيفت اتشانس زي ما بيقولوا، وهتفرج على التريلر بتاعه الله اعلم ممكن يعجبني يعني عادي جدا. ما في ياما مسلسلات قلت ان هي ما بحبش الممثل بتاعها واتفرج على تريلر او اتفرج على مسلسل ويعجبني عادي جدا يعني، بس انا مش من محبين حمادة هلال يعني في الافلام وفي المسلسلات. انا النهارده هعمل تريلر رياكشن لمسلسل المداح بتاع حمادة هلال، اتمنى ان هو يعجبني، ولو عجبني الله اعلم ممكن يبقى له نسبه ترقب عاليه يعني. بس انا السنه دي بصراحه في كميه تريلرز ومسلسلات بصراحه يعني غير طبيعيه، فانا مش عارف بصراحه هنعمل ايه. ما علينا، فالنهاردة هنتفرج على تريلر رياكشن مداح، أول تريلر رياكشن معانا على هوم سينما، يلا بينا. طبعا كالعادة ما شفتوش ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي الأول مرة، يلا بينا. صابر مغلوب على أمره من وهو حتة لحمة حمرا عامل فيها مبروك، وهو ماشي ينصب على الناس كلها. سبايك دهب ملهاش عدد، الغرور هيوقعك. صابر طول عمره مش على هواك. انت ازاي قعدت 12 ساعه جوه مقبره مقفوله؟ انا مش دجال. تقدر تقول ان رجله جت. صابر بيعمل حاجه شمال من وراك. خاف لا يشمه فضيحتك. انت لو فضيحتك قربت ما تطمنش. رجبه اخوك في ايدك يا صابر. ابوس ايدك ما تسيبنيش يا صابر. ما تلوهاش يا مداح، رقبتك دي هحطها على حبل المشنقه. رحاب زرع الشيطاني يا كمان. رحاب بنت الحاج غالب تتشال على الراس. ابن الشيخ سلام اشتغل في المخدرات. محدش بيرتاح لما بيعرف الحقيقة. أنا أقدر أعمل حاجات كتير. ما تخلاش. رجع الحق لأصحابه. على فكرة أنا أكتر واحدة في الدنيا فاهمك. بصير اكتب ليه يا بنت الشحات. أأذيك. تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته. اطلعي برا. عايزين النور بركاتك يا شيخ. نجمك انت ده يعلى. ما تخافش انا قادر على كل دول. اوكي يا جماعه، هو التريلر بتاع المسلسل مش وحش، بس برضو زي ما قلت اتس نوت فور مي يعني. حماده هلال اتس نوت فور مي، على الرغم المسلسل ده على فكره شكله حلو مش وحش. فاللي حابين حماده هلال وتمثيل حماده هلال ومسلسلات حماده هلال، المسلسل ده هيبقى حلو للناس اللي حابه تمثيل حماده هلال. بس المسلسل ده شكله هيبقى حلو، بس انا اسف مش عارف، ما اعتقدش ان انا هتفرج عليه، لان زي ما انتم عارفين انا يعني مش من محبين حماده هلال، ومشكله ان في مسلسلات تانية هتفرج عليها احتمال الله اعلم هيخش معانا ولا لا. برضو يعني انا برضو بعد، عشان برضو تبقوا فاهمين حاجه، وقت ما هقرر اتفرج على ايه ومش هتفرج على ايه السنة دي، بعد ما هخلص كل التريلر رياكشنز بتاعت مسلسلات رمضان زي ما قلت هقول شكرا، وهكمل انا بقى كده مع نفسي، هقعد لي كده شوية مع حالي اتفرج على التريلرز الاعلانات الرسمية كلها او الاوفيشال تريلرز كلها كلها مرة واحدة، وهكتبها على ورقة في على جنب كده، هقول دي المسلسلات انا هتفرج عليها السنة دي. نسبة ترقبي للمسلسل ده 5/10، للأسف مش اكتر من كده. بس اللي بيحبوا حمادة هلال المسلسل ده انا متاكد 100% ان هما هيعجبهم السنه دي يعني. عشان بس ما جيش حد يشتمني في الكومنتس او يقول لي حاجه كده ولا كده في الكومنتس، عشان تقول لي انت ازاي ما بتحبش حماده هلال وازاي مش عارف انت ايه وبتاع،
انا اسف يا جماعه يعني الناس اذواق يعني او المسلسلات اذواق يعني انت ممكن تكون بتتفرج على حاجه انت تحبها انا اتفرج عليها ما تعجبنيش وهكذا والعكس صحيح يعني بس انا مع زحمه المسلسلات التانية فمش عارف اذا كان هتفرج عليه ولا لا يعني بس اشك ما علينا. المسلسل التاني اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو مسلسل بنت السلطان. كنا قبل كده اتكلمنا على الكاست ليست، هو من تاليف ايمن سلامه واخراج احمد شفيق ومن بطولة روجينا وأحمد مجدي وباسم سمرس وسام بدر ندى موسى ومحمود حجازي ومحمد مهران ونانسي صلاح وأحمد بديرف ومحمود حافظ، في ممثلين كتير وفي حسن كمان أبو الروس. التيزر عجبني بصراحة، ما كانش وحش بس أنا بصراحة يعني مش عارف برضو إذا كان هتفرج عليه ولا لأ، فأنا أتمنى بصراحة أنه التريلر ما يعجبنيش، بس لو التريلر عجبني هتبقى فيه مشكلة يعني. لان المسلسلات السنة دي انا شايف من وجهة نظري السنة دي مسلسلات رمضان من اقوى مسلسلات رمضان حرفيا اتعملت يمكن في اخر من اخر 15 سنين حرفيا بدون مبالغة. يعني كل سنة في رمضان يطلع مثلا مسلسل هو ولا اتنين ولا تلاتة اللي يعلم مع الناس كلها. السنة دي حاسس ان المسلسلات يعني معلم مع الناس كلها حرفيا، المسلسلات كلها يعني بجد حقيقي المسلسلات كلها هتبقى حلوه والتصوير حلو والبرودكشن ديزاين ممتاز والتمثيل حلو مش عارف واخراجيا مش عارف هو فيه ايه بصراحه. يعني السنه دي الدنيا غريبه يعني في رمضان المسلسلات دي، يعني اللي هو الواحد حرفيا مش عارف يتفرج عليه ولا ايه ولا ايه. ما علينا. مسلسل روجينا بنت السلطان طبعا كان عايز ما شفتوش ولا مره هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. تستلم تسلم فريرة جابك يفضل نظيف زلا بيت. نفسي ننضفه بقى يا ولد، كفايه المرمطة والبهدلة اللي شفتها السنين دي كلها. والمرسى ابو العباس ملكة متوكة، ملكة وابوها سلطان، يا وز انا بنحبوك وبنموت فيك، عايز استورك. لا انت ولا غيرك اللي بيستر يا ابو اشرف. تبقى تخسرين بنت سلطان الأباري لما تقع تقع واقفه حمو. بنت بياع الحشيش دي تبعدها عنك بمزاجك يلا الحبيبه. هتشوفي وش عمر قالك ما شافه. هتروحي فين والمين؟ ده انت مقطوعه من شجره. حمو ده لعنه لعنه وجت في سكتي. مين دي؟ عمر راح من غير ما عيشه. منار وراها سر غريب، في حاجه مش مفهومه. تهرب من الواقع اللي كانت عايشة فيه. في حاجة غلط. صعبان عليها قوي. تعبانة قوي يا عم. بني آدم دي مريضة. لو على هنعوزه هنعوز ياما، وزي ما الدنيا خدت مني هاخد منها وأكتر. تسميش. حاضر. احلف. احلف. اوكي يا جماعة شكله برضو مش وحش، عندي نفس زي ما تقولوا كده نفس الترقب، مش نفس الترقب، نفس الاحساس بتاع مسلسل المداح بتاع حمادة هلال. مسلسل برضو شكله حلو بس مش عارف اذا كان هتفرج عليه في رمضان ولا لا، على الرغم ان التيزر عجبني. يعني التيزر بتاع المسلسل ده عجبني، التريلر ما شدنيش قوي زي التيزر. يعني التيزر بالنسبه لي كان افضل من الاوفيشال تريلر. نسبه ترقبي للمسلسل ده 6/10 مش اكتر من كده. مش عارف اذا كان برضو هتفرج عليه ولا لا، يعني عندي احساس ولا هتفرج على بنت السلطان ولا المداح للاسف. يعني عندي احساس لسه نوت 100% شور، يعني مش متأكد مليون في المية في المية بس احتمال كبير يعني مش هتفرج عليهم. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن مسلسل بنت السلطان والمداح. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكريبشن. باي باي.